أمل الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن يتمكن اللبنانيون من تكريم لبنان بحكومة تشبهه، حكومة وفاق وطني تعمل لمصلحة الناس أولا وتكون أمينة على حياتهم وأمنهم ومعيشتهم. كلام الحريري جاء خلال حفل تكريم أقامته مؤسسة كهرباء قاديشة لرئيس المصلحة الإدارية السابق جلال الصايغ بحضور عدد من الشخصيات السياسية. من يومين كلنا سمعنا صوت المصلحة الوطنية بكلام دولة الرئيس الحريري وبيان كتلة المستقبل. سمعنا الثبات على الموقف، تمسك بدستور الطائف، والحرص على العلاقة مع فخامة الرئيس وعلى تحصين التسوية لتحصين الاستقرار، والتحذير من خطابات واجتهادات وعنتريات عم بتضيع البوصلة تأليف والدستور وعم تضرب جوهر التسوية. نحن مادين ايدنا صح، بس مادينا لتلاقينا ايد تاني بنص الطريق، مش لتلاقينا ايد عم بتجرب دايما تقطع لنا ايدنا. سبق وجربنا هالشي، واللي منقول اليوم انه المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ونقطة على السطر، يمكن هالنقطة على السطر اللي عم نقولها عم تزعج البعض، بس اسمحولنا وبنفس الوقت سامحونا، لازم نحطها دايما كرمال مصلحة لبنان، كرمال نحط حد للاجتهادات الكتيرة اللي عم تطلع هالأيام. وبيبقى أملنا إنه تتكلل جولة المشاورات الجديدة اللي أطلقها الرئيس الحريري بنتائج بتبشرنا بالخير وبقرب ولادة الحكومة بإذن الله. الحريري أكد أن مناسبة التكريم عزيزة على قلبه وقلب الرئيس سعد الحريري لأنها ترتبط بشخص من رائحة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. في الختام ألقى المكرم جلال الصايغ كلمة استعاد فيها مسيرته في قطاع الكهرباء، لا سيما في جهاز الطوارئ الذي أسسه الرئيس الشهيد.